السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا. يا أهلا وسهلا أبو زاهر الاقتصادي. مع أزمة الأعلاف زرعنا الأحواض هذه كلها برسيم. طبعا البرسيم لابد أنه ياخذ له فترة، يعني شايفين نمواته ضعيفة وصغيرة. الملوحة عندنا 7000، والأرض يعني عليها ملاحظات، لكن إن شاء الله قادم الأيام بعد شهر ونص لما نحش الحشة الأولى يبدأ يصبح العود أقوى مثل زرعنا الثاني اللي هناك. طيب نشوف زرعنا وبعدين نروح للأغنام. برسيمنا اللي موجود هنا أمضى الآن سنة تقريبا، هو يطلع ونحش يطلع ونحش لمدة سنة الثلاثة أحواض هذه. البقية هذه لسه الآن ما كملت شهر، ننتظرها تكمل تقريبا 45 يوم، بعدين نحشها حشة أولى، وبعد كذا نبدأ مسائل التعويض في الفراغات. احنا عوضنا قبل فترة في الفراغات، أحيانا العمال يعني ما يكون أداؤه جيد، فتلاحظون التبقعات هنا وهنا، هذا أفضل اللي هناك أفضل، بس ما نبغى نضغط على الزرع فيتأثر، فنخليه يقوم وبعدين نعوض. بس خلاص كل اللي هنا معتمد برسيم، لوبانيك وبونيكام والاشياء هذه انا ما عاد حطيتها. تلاحظون يعني احيانا بعض العمال يصر انه فاهم وعارف، ونقول له يا ابن الحلال خطأ، يقول لا. يعني شايفين التكتل كيف هنا، وبقية الموقع فاضي. طيب من الأشياء اللي احنا راح نشتغل عليها اللي هي إزالة نبتة الخبيز. هذه الخبيز هذه نحاول ننزلها قدر الإمكان عشان ما تعطل نمو البرسيم. هذه الأحواض كلها جديدة، نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم. هذه كلها جديدة، كان مكانها الذرة الصفراء إذا تذكرون، أحواضنا القديمة هناك. ما شاء الله زرعها طيب ونموها جيد، أقفلنا الفراغات اللي فيها قدر الإمكان. ملاحظين هذا بدأ يزهر، لابد أنه يحش كاملا. شايفين إقفال الفراغات، ممتاز جدا. ان شاء الله سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم. المساحات هذه ايضا كلها تحش، وبين فتره والثانيه نجي على الفراغات ونحط فيها شويه بذور نمشي عليها. الان ملاحظين التزهير، خلاص هذا لابد ان يحش ما يقعد، بس اني قاعد احاول انه يصير العمل مرتب، يعني اشيل الحوض الاول، اليوم اللي بعده الحوض الثاني، اليوم اللي بعده الثالث، الرابع، وهكذا. عندي 48 حوض، ايام الشهر 30 يوم، يعني يصبح عندي 18 اضافي. ال 18 الاضافيه هذه ممكن انا اخذ منها في حاله النقص او ان الحوض غير جيد. عنزاتي الجميلات صباح الخير، انتم يبغالكم فيديو لوحدكم، خلاص انا اسوي لكم فيديو خاص يا عنزاتي الجميلات، حبيباتي عنزاتي الجميلاتي، ابشروا ابشروا. والله انا ابو زاهر اليوم جيتكم، فابشروا بالغذاء المبارك.